يوم فيديو جيم، كل يوم فيديو جيم. ده انا نفسي اجيب واحده من دول عندي في البيت يا اخي. زكي ايه الحق قطع طريق. قطع طريق يعني ايه؟ بيشتغلوا ايه يعني؟ بقول لك قطع طريق بلطجيه يعني. بلطجيه. طب تعالى تعالى. انت هتعمل ايه؟ ما تخافش. بص يا سيد، انا عايزك تعمل زي ما انا هعمل بالظبط. ها بالظبط. ماشي. هتعمسها يا عكبتين. اسم النبي حرصك وساينك وضمنك ياد لامك وحبايبها وجيرانها وجيران الجيران. هو في اطعم منك؟ ابرز الفلوس اللي في جيوبك يا تعم يا سيد امك. الله الله الله. طب وليه بقى؟ ليه الغلط ده؟ ايه ابرز دي؟ بقول لك ابرز الفلوس اللي في جيوبك يا سيد امك. طب ايدك بس، ايدك تحت شويه كده عشان جاكيتك جديده. ها شفت يا سيد؟ ايوه كده. ولا لازم الواحد يرخم عليكم يعني؟ طب اقلع الجاكيته الجديده يا علوم. على فكره انت كنت هتوقعني. ها ماشي يا عم. ماشي يا سيدي. وهات الجاكيته الجديده. هاي هات الجاكيته. حاضر. على فكره دي فيها صورتي وانا صغير. ها حلال عليك تتربى في عزك. والمنطلون كمان؟ لا المنطلون بقى لا. البنطلون خلص. طب ما يعني اديني فرصة يا يعني اتخانق معاك يعني واتلامط. الله ما دي مش اصول خناقة بقى. الله خلص يا انا بقلع اهو يا عم. بس على فكرة عيب 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 قوي اللي بيحصل ده. احنا ولاد منطقة واحدة وانا ساكن في الدور الرابع هنا. بقول لك انجز. حاضر يا عم حاضر. بالراحة شوية اهو. ادي البنطلون اهو اهو. ولو انه مش ماسك. وانت يا امور يا نايتي ما تقلع. ولا مستني لما اجيب الدادة تقلعك. انا مش نايتي يا زكي. انا مش نايتي. لا انا ماشي. انما سيد النايتي لا لا سيبهولي انا. ايه يا سيد؟ انا مش قايلك تعمل زي ما انا هعمل بالظبط يا سيد. اقلع القميص يا. هو انت كنت بتقول لي ايه؟ يا سيد امك. شكرا. يا سيد امك اخلص واقلع البنطلون. لا البنطلون لا. ايه ده؟ انت رابط البنطلون في وشك ولا ايه يا سيد؟ اتفضل سيادتك. ثواني ثواني بس ما اجيب بقيه الحاجات. معلش اخرناكم. خور العيال دي لبسهم بدله التشريفه. لا ما تسيبهمش يروحوا مصر كده. وبعدين يا شيخ وحات النبي خد بالك من الواد ده، اصله شقي قوي وعاجبني. شكرا. شفت عجبته؟ تاني مره بسمع كلامي. ها بسرعه والنبي يا ريس بقى لحسن انا بردان قوي. السلام عليكم ورحمة الله. تعال. أنا؟ أمال يعني أنا؟ أيوة أنت. أنت فين يا زكي لحد دلوقتي؟ كنت بصلي الفجر. صلي الفجر؟ إيه ده؟ إيه؟ إيه المنظر ده؟ إيه ده؟ أنت كنت بصلي الفجر بالشكل ده؟ ها؟ ها؟ لا لا إيه؟ إيه ده؟ هقول لك. تاني؟ تاني إيه؟ تاني يا زكي. تاني يا هايف يا تافه تاني. لا يا بابا ما انا فاهمك. تفهمني ايه؟ رحت لهم تاني لا عشان لا. ياخدوا هدومك ويضربوك تاني. تاني ما حصلش ايه؟ انت كبنة ما بتحسش؟ ما بتحسش يا تافه يا كبنة؟ قطعت الجيب يا بابا. هو اللي طلع. خد ولا مبسوط مبسوط. هو انا مربي قرد عندي في البيت؟ ايه اللي بتضايق؟ ولما انت خرع بتروح لهم ليه عشان يضربوك؟ مين قال لك؟ مين قال لك يا بابا ان هم ضربوني؟ ده انا اللي ضربتهم. ايوه وعملتهم العافيه كمان. واهو اهي هدومهم اهي. وهدومك انت فين؟ الله معاهم. يعني اسيبهم يمشوا عريانين يا بابا؟ لا ازاي ما يصحش. يعني انت يرضيك اصرف عليك اكل وشرب وهدوم ليك انت واللي بيضربوك؟ طب اهدى بس اهدى يا ناس. حرام يا بابا اهدى شويه. حرام عليك. ارحم خالص يا بابا. سخن مالكش دعوه. سخن ده انت هتموتني وانا واقف. يا ابني تعالى تعبتني. طب تعالى بس هفهمك يا بابا بقى. هفهمك. خد يا زكي. هفهمك. قلبي قلبي. ايه بابا؟ قلبي. يا بابا مالك؟ قلبي. يا بابا مالك؟ انا شفت انت كل مره بتعملها فيا وبصدقك. يا بابا يا مكار. عرفت ان انا هقدر امسكك. هتروح مني فين يا زكي؟ بس بقى يا بابا اقف هنا. قلت لك اقف. قلت لك كده تكون بتاع جلابيه الناس يا بابا.
هقول لهم ايه دلوقتي يعني؟ كنت بهزر مع بابا. بتهزر مع بابا يا ريل؟ انا بتهزر؟ تعالى يا ريت، يعني انا مش هقدر امسكك؟ هتبات بره يا ابني؟ تعالى ما تتعبنيش. طب تعالى بقى. كله التفاح الا التفاح الا التفاح يا بابا. لا 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 انت هتشلني يا ريت، انت هتشلني، انت هتشلني. بابا بقى يا ريل ادب. ايه يا بابا مالك؟ صوتك جايب لاخر العماره ليه؟ تعالى يا جمال يا ابني، شوف الزفت اخوك. خلاص يا بابا، ناس ضربوني وخدوا هدومي وخدوا جزاءهم. هم مين دول اللي ضربوك وخدوا هدومك وخدوا جزاءهم؟ يا ابني انا محدش ضربني، انا ما اتنقلتش من هنا، ده اخوك. مين هم اللي ضربوك وخدوا هدومك وخدوا جزاءهم؟ ده الناس هنا في الشارع اللي على اول الشارع اللي ورانا. طب ثواني، انا هروح اغير هدومي وهنزل اجيب لهم لكم ربطين. بلاش انت يا جمال، تروح تجيب ناس تانية. بلاش اخويا ازاي يتضرب وانا على وش الدنيا. طب بقول لك ايه، طب خليك يوم تاني ابقى كويس وهنزل انا اجي معاك. اسمع، ما دام صحيت يبقى لازم اتخانق. اللي تشوفه. يا حبيبي رايح على فين؟ صحيت ولازم اتخانق. طب ما تستنى لما اولد واجي معاك. طب بقول لك ايه، اضرب انت الاول يا جيمي. زيكو. ازيك يا سري؟ ازيك يا زيكو؟ عامل ايه في الحمل النهارده؟ لا ابن اخوك تعبني، عمال من هنا لهنا مش مركز، واخد عين ابوه. سالم، صباح الفل. سالم، كنت بحب اناقشك يا سالم. طيب ايه، هتضل لك العشاء؟ اعملي شويه جبن كده. ثانيه والفول يبقى جاهز. على مالك انت ماشي وقت الكعبين؟ شفت انك بجح وقليل ادب. الله ليه؟ يعني ما شبعتش من العلقه اللي كلتها تحت، جاي تاكل عندنا كمان؟ يعني ما كلش. ايه ده، هو التفاح خلص؟ كده انا عندي 7. ايه ده؟ اسود ونقل ده. ايه ده؟ لا، مش ده الريموت بتاع التلفزيون؟ حطه في التلاجة ليه؟ خايف عليه اللي يسيح؟ الواد ده مجنون رسمي، والله مجنون. انا مش فاهم دي ايه؟ ده شيء زاد عن حده. يا حبيبي، ملاك نايم وسط الزبالة. في كده، في كده. وايه دي؟ ايه دي؟ حد ينام في بيت عقلك؟ ايه ده؟ كوتشيني المنوم اللي بتنيمه هو نايم حاضرها كده ليه؟ وايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا بابا ده؟ هو كل يوم كده سجاير وشاي على الريق؟ انت بتشرب سجاير كمان؟ لا مش انا دلوقتي، سيد. سيد مين؟ سيد سيكا صاحبي. لو سيد سيكا صاحبك بيشرب سجاير بره ويصفيها في بيتي؟ اصل البيت عندهم ضيق. انت بتهزر؟ لا لا بتهزر يا هاني، انت تعبتني. قوم قوم من وسط المزارع اللي انت عايش فيها دي. طيب حاضر. قوم. طب يا بابا حاضر وانت قاعد. قوم. طب اثبت يا بابا. اثبت ليه؟ عشان احط دول هنا في الكوبايه. امال ارميهم في الارض؟ لا، ارميهم في البتاع اللي بنشرب فيها. يا معفن يا معفن، حرام عليك. وايه دي؟ جزمتي. ما انا عارف انها جزمتك، وانا قلت شكتتك واخدها في حضنك. ايه ليه؟ ارحمني ارحمني. يلا اتفضل قوم. اتفضل قوم. قوم بقى، هدور عليها الصبح دي كتير. طيب اهي مش على السرير. اتفضل قوم. طيب قوم. طيب خمس دقايق، خمس دقايق اخطف حلم سريع وارجع. ترجع لي فين يا انت؟ انا هفضل واقف لك لغايه ما ترجع لي. قوم. طب اهو اهو. قوم قامت قيامتك. ما انت كده يا اخويا، يا مضروب يا مرفوض يا نايم يا في الحمام. طب هو الحمام فاضي بقى ولا اتصرف انا هنا في اي درج؟ يا انت بتتصرف في الادراج؟ امال اتصرف في البلكونه؟ والله البلكونه ارحب في الهوا، انما في الادراج في الكتمه الله يخرب بيتك وبيت قرفك. اتفضل. طيب. الحمام فاضي. طيب. خلصنا الميه. طيب. يلا بسرعه. طيب. في ديلك هتلاقيه، في ديلك. طيب يا اخوي. على الصبح كده. ما تستعجل مراتك يا جمال يا ابني. لا سيبك من مراتي دلوقتي يا بابا، انت عارف حامل يعني وكده وتعبانه وبطنها كبيره. بابتي وعمر ابني. واضح طبعا ان شيرين الكبيره وعمر الصغير.
واضح ان رباط جزمتك مفكوك. انت كنت مستعجل ولا حاجه؟ اساسا مش بعرف اربط رباط الجزمه. اساسا انت مش كنت تقول كده؟ انا رايح النادي. يلا يا عمر الحق معاهم يا زكي. طبعا اسمع شيرين، شيرين تبقى معاها لحظه بلحظه، انت فاهمني؟ شيرين بالذات تبقى زي الله. طب طيب بالنسبه لعمر اسيبه يتوه عادي؟ وعمر كمان يا زكي ارجوك. طيب اطمن حضرتك، انا متشكر قوي على غلاوه ثقتك فيا يا فندم. انا بالنسبه لي انا راجل مسالم وكافي شيري خري، عمري ما هحاول اعمل اي مشاكل معاهم. بقى يا اخي يلا يلا الحق الواد. طمن. ثانية واحدة. في ايه؟ ثانية واحدة، عربيتك دي ها؟ عربيتي. انت بتعمل ايه؟ مفيش، بس اجراءات امنية كده. الكوتش ده عايز يتزود. حسب. ايه ده؟ في حاجة اتفجرت؟ ده ريموت العربية. ريموت العربية؟ ريموت؟ هو انت سايق عربية ناشونال ولا ايه؟ ابعد ايدك عني، انت هبل ولا ايه؟ انت مجنون؟ مجنون انت؟ ايه ده؟ اوه الحمد لله مفيش اصابات. ثانية واحدة، ثانية واحدة. بعد اذنك فين المفاتيح؟ انت هتعمل ايه؟ مش ده كرسي السواق؟ حسوق. بقول لك ايه؟ ايه ده؟ انت عندك خاله هبل؟ لا عمتي كانت سمينه شويه والله. طب اركب ورا. يلا اركب ورا ليه؟ اركب ورا. ما انا اللي هسوق. يلا يا عمر. انا اللي هسوق. طب دوسي دبرياج جامد بقى لو انت اللي هتسوق. صدقتني بقى لما قلت لك ان الولد اللي اسمه زكي ده مش حقيقي تاني؟ انا كنت متاكد انه مستهتر ومش قد المسؤوليه. زكي؟ زكي مع الولاد من الصبح في الفيلا وزمانه راح معاهم النادي. زكي مع الولاد في الفيلا وراحوا النادي؟ ربنا يستر. خصمك. ايه اللي تسوق دي؟ ايه؟ انت بتطفي الكاسيت ليه؟ عشان الاغنيه دي مليانه رقص، وبعدين احنا معانا طفل صغير. لو سمحت خليك في حالك، ما تطفيش ايدك على الكاسيت. طب بص قدامك، بص قدامك عشان ما نعملش حادثه. وعلى فكره انت ناسيه تنقلي الفتيس. الفتيس؟ افضل انا اقصد العربيه مش الغساله. عمر هات لي الموبايل. ثانية واحدة. ايه ده؟ ايه ده؟ ركزي ركزي ركزي. ثانية واحدة. 012 012 012. هات الموبايل. انت تعرفي حد في الهرم؟ بقول لك هات الموبايل. الو؟ رد رد يا حيوان. ايه اللي رد يا حيوان يا ابني يا حيوان. عاجبك كده؟ انزل بقى اتعب الحيوان ده اللي خبطك. ما بلاش. بقول لك انزل. حاضر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. انزل. انزلي هنا. انزلي. ايه انزل ايه في ايه؟ في الرخص. رخص؟ رخص ليه؟ معيش رخص. وكمان راكب من غير رخص؟ عشان رخص ليه؟ ما هو مش انا اللي سايق. ما انا عارف ان مش انت اللي سايق. طب السواق ومشغول بالسواقه، ها؟ مش تاخد بالك انت من الطريق؟ يعني الراجل هياخد باله من السواقه ولا من الطريق؟ يا عم ولا مال انا؟ ما انا كنت واخد بالي من الاجره، وبعدين اول مره ركبت كوسه، ولو اعرف ان هجيلي كده في التكوسه ما كنتش ركبت تكوسه. خلاص جت سليمه. اما ايه اول مره تركب تكوسه؟ ماشي ليه وسط العربيات؟ الله جدع ده مجنون ولا ايه؟ مش تمشي في حته فاضيه. اش ايه؟ ايه اللي اش؟ يا عم خلصنا سديت الطريق ووقفته. خلصنا يا سينا. مرة ما راكب زباين بتعرف تسوق ها؟ هربت. يلا يا جماعه وصلنا. اتفضلوا. الظاهر ان مفيش حد جوه. يا سيد مهما حكيت لك ووصفت لك مش هتصدقني. ايه الناس دي؟ ناس هايله 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 فوق الوصف. لا وخصوصا بقى بنتهم النهارده قعدت تتحايل عليا ساعه. طب خش خش شويه يا زكي اقعد. معقوله هتمشي كده على طول؟ طب خش كل لقمه وامشي. بلاء طبات معانا النهارده. بس انا برضو يعني استكبرت الموضوع. يا راجل للدرجه دي؟ امال انا بنتش عليك ولا ايه يا سيد؟ الله
وبعدين انا برضو مرضتش اتكب كده من اولها زي الجردل. انا قلت برضو الواحد ايه ياخدها سنه سنه كده، انت عارف انا بحب دايما يبقى لي حكايه الشخصيه. والبنت دي حلوه بقى؟ بص هي زي القبر، لا وعندها حته اخ صغير بقى. ايه العسل ده؟ ايه السكر ده؟ حبني من اول ما شافنا، تخيل حجمه واحضانه وبوسه، بهدلني الواد الصغير. طب زكي انت مش شايف ان الشغلانه دي صعبه شويه؟ دي صعبه وخطر وكلها بلاوي سودا وكوارث. زكي انا عجبتني حكايه البودي جارد دي وعايز ابقى بودي جارد. بودي جارد؟ انت عايز تبقى بودي جارد؟ اه. انت مش شايف جسمك عامل ازاي يا ابني؟ ماله؟ ماله ايه بس؟ اصل البودي جارد ده لازم يبقى له مواصفات خاصه، يعني لازم يبقى طول، عرض. اه زي كده، انا عارفك بص عليا عشان بالظبط تيبيكال زي. وبعدين انت فين الستر؟ لازم تبقى فيه ستر، انت بتلبس فانيلا بحمالات حماله واحده. انت على طول كده زكي مهبطني. يعني اخدعك؟ اخدعك يا سيد. وبعدين انت قوي الشتيمه. اه لا في دي عندك حق. لا طب شفت؟ شفت؟ بص هقول لك انا حاجه يا سيد. بص ما بلاش الشارع ده يا زكي. عيب، انت دلوقتي ماشي مع بودي جارد. خد توفي، خد توفي. يعني اطمن يا زكي؟ يلا يا سيد، يلا يا سيد. اهلا اهلا اهلا. اطعم مسا على الكبتين. بسم النبي حرسك وسينك وضمنك يا تعم يا نايتي. بس 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 باش كان فاضي، ده كان زمان. يا فضحتي مش تخبط يا بابا قبل ما تدخل. اتخضيت يا اخويا؟ في ايه؟ انت فاهم يا قلبي اللي عملته ده بتروي دراعي؟ ليه يا بابا؟ هي كلمة، يا تسيب الوظيفة دي وتمشي يا مش أنا. طب ما تمشي أنت يا بابا. لا ده أنت قليل أدب. تعالى عشان يا بابا هموت هموت. مش بدل ما أموت أنا. أنت لسه شفت حاجة؟ أنا هوريك. أنت لسه شفت حاجة؟ أوعى ساعدني ساعدني بس يا بابا ساعدني. أنت محسسني إن أنت مش ابنك على فكرة. قلت إيه يالا؟ محسسني إن أنت مش ابنك، إنك إن 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 أنت مش ضنايا. أنا مش يعني مين ابن مين؟ انت ترضى باباك يعمل فيك كده؟ والله لو بعمل اللي انت بتعمله يعمل يا سيدي. اهلا وسهلا. يعني بحبك على فكره، بحبك. ليه؟ حبني. بص بص بحبك ازاي؟ شوف دي سايبه ازاي؟ اه ده انت كده ناوي تشلني. وريني. انا غلطان. ايوه انت بتعمل بلوفر. ايوه بعمل بلوفر. انا رايح تعمل لي تحميه. بص انا ماشي وخليك زي ما انت.